أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا علاش؟ لانه مسؤوليه، لانه تربيه النشء مسؤوليتنا كامل ومسؤوليه الجميع. خلينا من هذيك، هذاك وليد الاخر، هذا ماشي وليدي، معليش انا نلتب روحي تختي راسي. يعني كاين بعض الالفاظ هكذا، بعض العبارات اللي يؤدوا بالمجتمع الى التهلكه. احنا اليوم مع اخصائيين نتكلموا على مواضيع تهمكم وتهمنا احنا تاني، لانه هذه الافعال هذه هي سلسله، لأن المجتمع متكون من افراد، وهذه الافراد هما اللي يديروا قوه المجتمع ولا ضعفه. اليوم راح نتكلموا على الفعل الحضاري للسيفيزم، كيفاش انا مع اولادي ومع المحيط نتاعي كيفاش نقدر نساهم باش المجتمع ديالنا كامل يكون حضاري وعنده تصرف حضاري. احنا ما نقولوش باللي كامل الناس ما عندهمش تصرف حضاري، بالعكس بالعكس بالعكس، كاين الناس واعيين بهذا الشيء. احنا عندنا دور تحسيسي فقط، تحسيسي فقط، لانه احنا تاني عندنا دورنا وحابين المجتمع تاعنا يكون بخير. اذا اليوم نتكلموا على الفعل الحضاري اللي هو السيفيزم. يرافقني السيد لابري نور الدين، 39 سنه في التربيه والتعليم. سيزيد، شكرا لك. تفضل تفضل، شرفتنا شرفتنا شرفتنا. ترافقني كذلك الاستاذه امينه حريش، اخصائيه اجتماعيه في شؤون الاسره والطفل. مرحبا بك مدام، مرحبا بك، شرفتينا. شكرا. شرفتينا مدام، الله يخليك. معنا كذلك تجربه حيه، في كل مره نستضيف ولي امر ولا وليد امر باش تكلمنا على التجربه نتاعها. اليوم معنا السيده سيفون حفيظه. مرحبا مرحبا بك مدام، تفضلي مدام. شرفتينا شرفتينا مدام، شرفتينا شرفتينا. في كل حصه نستضيف طفل ولا طفله باش تدير الواجبات تاعها في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا إكرام، تعالي بنتي، تعالي تعالي، أروحي بنتي، تعالي فضلي بنتي. واش راكي؟ لاباس بنتي؟ الحمد لله. واش راكي؟ شحال في عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات واش شاطرة هكذا؟ الله يبارك. واش مسنة درسي إكرام؟ سنة ثانية. الله يبارك بنتي، الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ قراي مليح. والواجبات المدرسيه تاعك ديرهم وحدك ولا حتى تقول لك ماما ولا بابا؟ ديرهم وحدي. وحدك؟ شاطره بنتي شاطره. بصح عندك شويه وقت تلعبي فيه وكم تنظمي الوقت نتاعك؟ مليح، لازم تلعبي شويه وتقراي شويه، ولكن لازم تحضري مليح نفسك للامتحانات والفروض يا اخي. يلا بنتي، اذا جهزنا لك هذاك المكتب، روحي دير فيه الواجبات المدرسيه نتاعك باش تنجحي. وانتم يا اطفال هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الواجبات المدرسيه تاعكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد المهم المهم. المجتمع متكون من افراد، والافراد هذو هما اللي يديروا قوه المجتمع ولا ضعفه. وحنا درك العالم اصبح قريه، اصبح قريه، يعني على بالنا واش راهو صاير في العالم، واش صاير في بلادنا، واش صاير، يعني ممكن المقارنه، ممكن المقارنه نشوفوا كيفاش. انا نظن باللي انما الامم الاخلاق ما بقيت انهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. دونك لو سيفيزم عنده علاقة مباشرة مع الأخلاق، لأنه الإنسان المتخلق تصيب عنده حركات حضارية كما يقولوا، وأفعال حضارية. احنا حبينا اليوم، يعني حاشا ماناش نقولوا بلي المجتمع الجزائري ولا المجتمع الإسلامي ولا العربي ولا ماناش هنا باش نقيموه، باش نقولوا كاين ولا ما كانش ولا، ولكن رانا هنا باش نديروا وقفة تحسيسية، تحسيسية كيفاش المجتمع قادر يرقى بهذه الأفعال هذه، وكيفاش المجتمع هذا قادر يعيش في أكثر راحة، يعني في راحة أكثر، يكون مرتاح، ولادنا ما نخافوش عليهم وكامل. نتكلموا على الأفعال هذه، ونتكلموا على بعض الحالات اللي شفناهم، اللي شفناهم يعني تحسيسية، نقولوا للناس هو شفنا احنا، يا مالاش نقولوا باللي ليس للتعميم، ولكن كاين بعض الأفعال اللي تكون في المجتمع نتاعنا وكاين في مجتمعات أخرى. احنا عندنا حق نتكلموا على المجتمع تاعنا اللي عايشين فيه، يعني حقنا كمواطنين، ولكن
مليح انك تشوف وتقول هذاك عيب وكذا وهذاك مش مليح وكذا الفعل هذاك مش مليح، ولكن انت اين دورك؟ هذا هو انا ماذا بيا نركزوا على هذه النقطه. هذه الانسان اللي يكريتيكي كما يقولوا بالعاميه واللي يقول هذا الشيء مليح هذا الشيء مش مليح، هو يا هل ترى قام بدوره كمواطن، يعني قام بهذا الفعل الحضاري هذا؟ اذا نبدا معك استاذه حريش امينه مختصه في شؤون الاسره والطفل. المجتمع كما قلنا مقبله هو النواه، هو النواه، هو النواه تاع التقدم تاع الازدهار تاع حضاره الامه، يعني كما يقولوا. ماذا بينا تتكلمي لنا على هذا الفعل الحضاري، كيفاش تشوفوه انتم في علم الاجتماع، وكيفاش تشوفوا الاسره الجزائريه؟ يا هل ترى الاسره الجزائريه تلقات؟ لانه الفعل الحضاري بالمرات احنا نطلبوا كثير من ولادنا ومن الناس، ويقول لك فاقد والشيء لا يعطيه، يعني لازم انت هذا الانسان هذا بعد نوصل لك استاذ لابري، هذا الطفل هذا وهذا الوالد هذا، يا هل ترى كاش نهار واحد قال له لا لا ماشي هكذا، ها كيفاش لازم تكون الحاجه؟ هذه هي الشيء اللي راح نتكلموا عليها ونديروا مقارنه شويه مع دول اخرى عربيه ولا اجنبيه. تفضلي استاذ. بسم الله، سعيده بتواجدي مع جيلين، جيل الماضي والمدرسه وشباب المستقبل، ونشكرك يزيد على الاختيار المواضيع الموفق جدا واللي هي تتناسب مع التغير الاجتماعي وتتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الجزائري لننشئ جيل سليم. في هذا الموضوع اللي نتناولوه اليوم هو الفعل الحضاري، هو موضوع جد هام باعتبار كما ذكرت سالفا ان الاسره هي اساس ولبنه المجتمع. اذا انشانا ابنائنا على القيم والمثل والمبادئ اكيد انه هذا راح ينعكس ايجابا على المجتمع غدا. احنا نتكلموا على الاسره، كان في الماضي كانت الاسره الممتده، اين كان الجد يربي يزيد، الجده تربي، الجار يربي، هذو كلهم كانوا يتعاونوا في تربيه الطفل. الان مع التغير الاجتماعي البقال والتطور، البقال انا نشفى كنت صغير، البقال تدخل عنده ما تقولوش صباح الخير، يروح يقول هل باباك دوك كان يربي، يعني اي كانوا معنيين. هو المشكل بالك اللي وصلنا له مش غير في الجزائر، بالك يعني كاع الامم. نعم. يعني شغل ولات الناس ذاتيه، يعني انديفيديوال، غير في روحه اختراسي، يقول لك دوك، يقول لك ابن الاخر، ولد الاخر ماشي وليدي، ما دخلنيش فيه. بدل. احنا هذا واش راجع؟ كانت زمان قلنا الاسره الممتده تمتد حتى الجيران، راك قلت على البقال، على بدل. اي واحد، المربي، الاستاذ، ومن بعد يزيد الاستاذ دابري يعطي تفاصيل دور المعلم. نروحوا الان الاسره النوويه، احنا نسموها في علم الاجتماع وعلم النفس الاسره النوويه. الان بحكم الطابع العمراني الجديد ولاو شقق صغيره، عايشين الزوجين مع بعض مع ابنائهم، وكذلك متطلبات الحياه يزيد، ولا الوالدين فقط مهتمين بشكل كبير بالجانب المادي. بالضبط. انا نلبي لوليدي الحاجيات والضروريه من طابلات، لازم يكون عنده طابلات كيما وليد الجيران. بالضبط. لازم يكون في كل بيت، لازم يكون عندهم جهاز تلفاز، هواتف نقاله. بالضبط. هذه كلها وليدي ياكل مليح، يروح الروضه، يقرا في المدرسه الخاصه، نجرو غير من متطلبات الحياه. كذلك احنا كوالدين تجاهلنا جانب زرع القيم في العديد من الأسر. المعنوي، أكيد الجانب الأخلاقي قلتها أنت في بداية حديثك يزيد، وين نشوفوا باللي الوالدين يقول لك معليش وليدي اللي الشيخ يربي، أوف كي جات العطلة رانا حصلنا مع أولادنا، يقولوها العديد من الأمهات، يحلي لهم الشيوخة. يعني نشوفوا باللي ولينا نجري برك نربي لأولادنا الحاجيات المادية. كذلك راه للأسف الشديد في المجتمع الجزائري المحافظ سلم القيم يزيد راهو في تدني. عندنا واحد السلم تاع القيم، احترام الكبير، توقير الصغير، والدين الإسلامي الحنيف، يعني موجودة في السنة وفي القرآن الكريم اللي هو ملاذ كل المؤمنين، فيه كل الفعل الحضاري. بالضبط. مجسد في كلام الله سبحانه. ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أكيد، احنا مثل هذه الحصص هنا دور الإعلام. بالضبط. لأنه الإعلام بمختلف أنواعه، يعني السمعي، البصري، المكتوب، هنا دور تاعو مسؤوليته. مقبله كنت نقول لك يا هل ترى هذا الانسان كاش نهار قالوا له مشي منا روح منا. هذه هي. انا كنت صغير. نعم. عندي واحده التجربه حيه انا عشتها بذاتي، الوالد ان شاء الله يسمح لي على كل حال، ولكن تجربه طريفه. كنت صغير في عمري 5 سنين، كان شهر رمضان وبعد الافطار كان الشارع مكتظ في مدينة كبيرة هكذا، وكنا نمشوا أنا والوالد والوالدة،
هكذا نمشوا. ومن بعد انا كنت صغير نتبع الوالد كان لابس سروال قري هكذا يعني رمادي وانا صغير، ومن بعد الغاشي هكذا تبعت سروال واحد اخر يعني تبحرت تبحر نعم كي تبحرت نمشي ونبكي نبكي نبكي. حكمني واحد الراجل هكذا قال لي وليدي واش بك؟ قلت له اني مبحرت. وقال لي استنى روح ولا نبكي. لا لا ماما ماما صغير نشفى عليها كيما اليوم قعدت في المخيم. كي جا الوالد نتاعي من بعد صابني هكذا مخلوع هكذا واش يدير؟ عطاني زوج ضربات خفاف هكذا واش قال لي؟ قال لي يا اخي قلت لك كي تتبحر قعد في بلاستيك. كنت صغير انا وحبيت نقول له بابا وقتاش قلت لي؟ انا في عمري 5 سنين يعني شوف يعني مثلا دونك قصه طريفه يعني بالمرات احنا الاولياء والمجتمع وحتى القانون هي حقيقة نول نيسونسي نيوغي لا لوا، ولكن بالمرات جينا حاجة بديهية يا أخي كان على بالك كيف فاهمة؟ شغل ما قلنا لهمش ولكن في بالنا على باله هذا طفل كيفاش يعرف مثلا طفل راهو الليل وين على باله بلي ما لازمش يصرخ لأن الجيران راقدين وكل ما تقولوش مي جرب مرة قول له شوف إلا يعاود حاول. في هذا السياق يا زيدي لو سمحت لي قبل ما نكمل تدخلي احنا الجزائري معروف عليه انه يستعمل اليه دفاع تسمى التبرير. عندنا التبرير والاسقاط مشهورين فيهم. ما هو التبرير؟ انت كنت تتكلم التبرير انه اذا اخطات يقول لك الانسان كبير البابات غلط هو اللي غلط، لكن يقول لك لا لا انت غلط باسكو انت يا ما خديتش الراي. هو خايف عليك خايف يعني عليك خايف يقعد عليك. يبرر نفس الشيء رانا نكبروا اولادنا على التبرير بالضبط. تقول له واش درت؟ لا لا درت باسكو انت يا بابا ما وريتليش. يعني هذه آلية الدفاع التبرير انا نعتمدوها بزاف بالضبط. كذلك عندنا الاسقاط، هذا الاسقاط عيوبنا في الاخرين. احيانا الوالدين بلا ما يفيق هو اذا كان راهو يرتكب اخطاء كثيره وهو لازم يكون القدوه التي نقتدي بها يولي يسقط عيوبه في ابنائه. هو مثلا يكذب اوتوماتيكمون راح يكون اسقاط ولاده يكذبوا. احنا نشوفوا انه الدور الأساسي في تنشئة الجيل هو النصح واختيار المرادفات السليمة واختيار الوقت المناسب لنصح الأبناء، ويجب أن نتعاون كلنا يعني الأسرة المدرسة الفاعلين في المجتمع المدني الجيران وسائل الإعلام باش ننشئ جيل يعرف يفرق بين الصواب ويعرف يفرق بين الخطأ. شكرا 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 أستاذة حريش أمينة أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل على هذا التدخل القيم هذا. سيد لابري نور الدين 39 سنة في سلك التربية والتعليم كأستاذ وكمدير مؤسسة وكامل. نظن باللي كما قالت السيدة حريش العبء كاع راح يطيح عليكم لأن أولادنا راهم يجوا للمدرسة بالمرات 7 ساعات 6 ساعات 8 ساعات في اليوم اللي هذا ما يقضيهمش في البيت. يعني بالمرات الاستاذ خاصه في الابتدائي يشوف ولادنا اكثر ما يشوفهم الاولياء. صحيح هذا الشيء مفروغ منه. صحيح دونك الطفل في السن هذا خاصه في الطور الاول يقلد، طفل يحوس يبحث عن المراجع يبحث عن القدوه يبحث. هذا هو من خلال هذا المنبر هذا راح نتكلموا على هذا كيفاش الطفل يعني يقلد ليميتاسيون كامل. ما هي المسؤوليه نتاعنا احنا ومسؤوليه المربي باش يكون خير قدوه؟ هذا هو المشكل. انا نقول لهم باللي ربي سبحانه رايح يحاسبكم على هذا الشيء هذا لانه كانت عندك فرصه انك تعدد انك تعد جيل طيب الاعراقي وما عدتوش. هذا هو المشكل. انا نضرب للانسان دائما راجع نفسه. انا نقول للاولياء اذا ولدك ما نجحش سيكو انت ما حاولتش. انا نقول لهم حاولوا ولكن كما قالت الاستاذه هل رانا نعطوا الوقت لولادنا؟ هل رانا نتكلموا معاهم؟ هل رانا ننصحوهم؟ لما دابيا تكلم لي على الدور المدرسه وعلى تجربتك الشخصيه كيفاش تشوف كيفاش الطفل هذا كيفاش تزرع فيه هذا الفعل الحضاري هذا. تفضل استاذ. شكرا استاذ يزيد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. سيزيد اشكرك على اتاحت لنا هذه الفرصه مره اخرى. الله يخليك. لنساهم بقدر ما نستطيع عليه. الله يخليك. في تربيه ابنائنا، لان التربيه كما هو معروف ليست مهمه الاسره وحدها او المدرسه وحدها، وانما هي
مهمتنا ورسالتنا جميعا. أنت وكنت تتكلم وتتقدم لسؤالك، لقد مسيت حقيقة لب الموضوع، مسيته لما قلت القدوة. لكن خلي لي غير ربما نص دقيقة أو دقيقة لأتحدث عن الموضوع. تفضل تفضل. وأبدأ، اسمح لي أبدأ. لا تفضل تفضل، خذ راحتك. أبدأ بواحد البيت تاع شعر. تفضل تفضل. لا بأس، الشعر يعني الشعر فن، فن رقيق وفن فن يربي أيضا. لازم لازم لازم. يقول حافظ إبراهيم: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. الله يبارك. نقول جميل جميل. نعم جميل جميل جدا. حبيت نقول بأن الله عز وجل سبحانه لما خلق الإنسان لم يخلقه ليعيش وحيدا، ليعيش منزويا، ليعيش بعيدا عن الآخرين. لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده أبدا، فالإنسان اجتماعي بطبعه. بالضبط. لازم يعيش الإنسان مع غيره، مع الإنسان الآخر، مع المجموعة، مع الجماعة. ولهذا جاءت الأديان قبل الإسلام، ولكن الإسلام خاتم الأديان، وجاء وبعث الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل ربما من أجل شيئين اثنين. أنا لست مفتيا ولست بصدد أن أقوم بدرس في الدين، لا أعطينا لا، ولكن هذا معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليعلمنا العبادات، ولكن ليعلمنا المعاملات. وفي الفقه هناك باب العبادات وباب المعاملات، الدين والمعامله. يعني الدين والمعامله. والله عز وجل يقول: وانك لعلى خلق عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: انت يا محمد لعلى خلق عظيم. لما كانت الاخلاق معروفه يعني، ما قالوش انت جميل او انت غني او انت من قبيله قريش كذا، او قال له: انك لعلى خلق عظيم. وهذه رساله ربانيه فيها حكمه كبيره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متخلقا مع الله عز مع الله عز وجل، مع نفسه، مع اسرته، مع الصحابه، وحتى مع الكفار المعاندين. بالضبط بالضبط. كان متخلقا معهم ليعطيهم دروسا. بالضبط. في الرسالة الإسلامية السمحة. يعني الإنسان بالتعامل تاعه قادر في الطريق هكذا مثلا في السيارة، ولا قادر احتكاك مع شخص، قادر بابتسامة، قادر باسمح لي خويا، قادر يتفادى كارثة. كم قادر يروح معاه، وعلى بالنا بالمرات هذه الأشياء تؤدي إلى كوارث كبيرة، إلى جرائم، إلى يعني الإنسان لازم يتربى على هذا الطبع أنه يسمح من حقه. لكورتوازي مثلا يعني حاجة مهمة جدا تدخل في هذه الأخلاق، هذه نتكلم عنها باش نتفاداو الكوارث. صحيح. إذن ثم نتكلم عن المجتمع، تكلمنا عن الناحية الدينية، لأن ديننا علمنا. يعني لو نرجع إلى القرآن الكريم والسيرة النبوية نجد هذا الفعل الحضاري. بالضبط. اللي هو المسامحة، هو يعني لو نذكر القائمة يعني لازم نكتب كتب، ولكن ذكر مليح، لابد، هذا واجبنا. إذن فين يتمثل هذه الأخلاق وهذه المعاملة وهذا الفعل الحضاري، الجيست، الزكت سيفيك، هذه فيما تتمثل؟ القائمة طويلة وما هوش الوقت باش نذكرها. لا معليش، الناس كلها تعرفها من خلال التربية المدنية، من خلال التربية الإسلامية. نعم. وكامل يعني كيفاش المعلم، أنا نريح نجي ليها بسرعة جدا. تفضل. إذن في المجتمع، الناس تعيش في المجتمع، والمجتمع متطور، والأستاذة تفضلت وقالت، تكلمت عن الأسرة الحالية والمجتمع الحالي، المجتمع في تطور. بالضبط. واليوم أصبح مجتمع من يعيش نمطا معينا، نمط معين. احنا كبشر كمواطنين لابد أن نتكيف مع هذا النمط الجديد للمجتمع، وبالتالي كل شيء مبني على العلاقات، على العلاقات بين الناس. لأنه لو ما فيش، إحنا الإنسان اجتماعي بطبعه، يعيش في المجتمع، لكن ونحن نختلف، عندنا إحنا مختلفين، نعم، في فروق نفسية، فروق فكرية، فروق
تاع تقاليد عادات، كل واحد عنده حاجات اللي يحبها لا يكرهها، لكن لابد من ضوابط. فالإنسان احنا تكلمنا عن الضوابط الربانية، ولكن هناك جاءت ضوابط اجتماعية بشرية اسموها الضوابط الوضعية، باش ما نتكلمش على القانون، القانون شوية أصعب من هذا، اجتماعية بارك الله فيك. احنا نقعدوا مع الأطفال. نعم باش نرجع للأطفال، الأطفال مواطنين هم كذلك عناصر في المجتمع. خاصة كيفاش هذيك العجينة كيفاش راح نبنيوها، نوصل إليها باش نقتصر الطريق، نوصلوا للعجينة. احنا لازم المجتمع نعلموه كيف يعيشوا، لازم الطفل والمواطن، يعني الطفل هو المواطن الأول، لازم نعلموه كيف يعيشوا ضمن هذا المجتمع. بالضبط. كيفاش نعلموه من وكيف، من وكيف، من معروفة، هي الأسرة، هي المدرسة، هي وسائل الإعلام، هي كذا هي كذا. في الحقيقة كي وصل للمدرسة راه وصل ديجا بسرتان ريفلكس، يعني بدنا أسرة هي الخلية الأولى. بالضبط. ولكن ما تكفيش الأسرة، ولكن ما زال طفل صغير، يعني المدرسة ما زال تأثر فيه. نعم المدرسة هو الفضاء الأساسي والرئيسي والأهم، أقول بقولش يعني الأهم، البليس امبورتون هي المدرسة كما تفضلت في البداية، هي التي يجب عليها أن تهيئ الطفل اللي هو رجل المستقبل لاكتساب والتشبع بهذه القيم الدينية أولا بطبيعة الحال، وكذلك الاجتماعية كيف يعيش مع في المجتمع وكيفاش يتعامل مع أقرانه. لأنه على ما نظن أن لكن يا سيدي يتعلم سلة المهملات، يتعلم هذا هو حاجة. يعني في المدرسة. نعم على ما نظن. نعم أكثر نعم شيء نعم. لأنه البيت ولكن الخطأ 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 الموجود يا سيدي هو أننا لا قلت كيف لا نعرف كيف نغرس هذه الأمور، هذه القيم وهذه الشمائل وفي أنفس أبنائنا. فنحن نعتمد كي نقول نحن يعني المدرسة والأولياء والمسجد أيضا. بالضبط. وحتى وسائل الإعلام. إحنا واش نديرو؟ نقولوا يجب عليك وأقوال وخطب ودروس جوفاء. الطفل لا يتعلم هذه الخصال وهذه الأخلاق بهذه الكيفية. أحسن كيفية وأنت بدأت بها هي القدوة، نقولها له، ولكن لازم نكون الإكزامبل. إذا ما كناش إحنا قدوة فالطفل لا يتعلم، بل يتعلم القدوة السيئة. لماذا؟ لأن الطفل يرى في أبويه قدوة، يرى في معلمه قدوة، يرى في السيازيد المنشط تحت هذا الحصة الكبيرة العظيمة يعني الممتازة، يعني فعلا يعني عمل لا يستهان به ما تقوم به أنت وغيرك الذين يتوجهون إلى الأسر وإلى الأطفال. هذا عمل هذا هو اللقط، هذا هو اللقط سيفيك، يعني الطفل يكون ركب مع والديه في السيارة. نعم هذه أمثلة. راح يأكله يفتح الطاقة ويرمي. علاش يرمي؟ لأنه رأى من يرمي. الطفل هو عارف باللي نهضر على الوالدين. الوالدين بارك الله فيك قدام ولادهم خلاص انتهى، فيصبح الطفل يرمي، يروحوا مثلا للغابه، يروحوا للبحر الشاطئ. نعم. يروحوا ياكلوا كامل، ينوضوا تتقول كارثه عظمى، ويعود يجي الاخرين ينظف وراه. كاين حاجه حبيت نتكلم عليها، في دوله غربيه عمال النظافه يمروا يوم في الاسبوع، وتعتبر من انظف الدول في العالم، يوم في الأسبوع. يعني تخبي هذيك عندهم لبوبال وكم تدبر راسك، ما يحاولش يفهم القانون ردعي، ولكن الناس تاني عندهم السينيزم. مرة في الأسبوع احنا عمال نظافة يمروا كل يوم هذا ساشي، هذا قطعو قط، هذا ارمي برك، هذا مشي مغلوق مليح، هذا يعني كارثة. وعلى باله بلي يمروا على الساعة الفلانية، هو يحطهم على الساعة الأخرى، ينوض صباح يحط على الباب تاع جاره، يحط الطفلة ويشوف تفلو شوف دروك انت الوالد يشوف فيك راح الخدمه، تحط ساك تاع المهملات في الطريق. نعم. كيفاش هو ما يديروش؟ انت هو القدوه ديالو. نعم. سبحان الله العظيم. بالضبط. هذه دوك في السياره يا خويا، دير ساك، دير كيس، هذا هو ودير فيه المهملات، احسن درس يتحبس ترميهم في سله المهملات. سبحان الله العظيم. ان تكون قدوه. نعطيك مثالين. كي نروحوا لكلم كول كبير كبر سنك، كي نروحوا لدول نظيفه، كاين دول اللي القانون ردعي وكامل ونظيفه، نتشهوا. نعم. مي هذاك الشيء هذاك ما جاش وحده، يعني ما خلقتش هكذا، يعني الحومه نظيفه ولا كاين بعد شيئة. هذه يعني وعمل جماعي. نعم. عمل جماعي، الانسان ما يرميش، عمل نظافه على باله خدمته كيفاش. انت مريت سبت كارت في الارض ترفدوا ديروا في سله المهملات. يعني هادو لي زاكت دو سيفيزم سي دي ريفلكس، لازم يكونوا فعل لا ارادي. يعني راك تمشي هكذا تسيب كارت ترفدوا، انت نسيت باك رفدتوا. نورمالمون هذا الشيء
علاش؟ على جال ولادنا راهم يشوفوا فينا هذا الشيء مفروغ منه. وصل استاذ. لا فقط يعني مثالان بسيطان جدا باش نرجع للمدرسه. بالضبط. ايه مثالين بسيطان برك فقط. احنا لو ندخل الى اقسامنا واش كاين واحد العباره دائما نوجدوها، يقولوا حديث هو ليس بحديث، النظافه من الايمان والوسخ من الشك. هذه معروف الاولاد راهم هنا ما كاش قسم تقريبا اللي ما فيهش، لكن هذا لا ينفع يا سي يزيد. دير له والله وتعمر القسم بها كله ما واش فاهم واش هي. شوف انا واش كنت ندير تلميذ انا في ست سنين يعني يدخل التواضع. شوف كنت مر على مران مر على الاقسام وقاصد يعني قاصد ندخل للقسم، نلقى الأستاذ أو المعلم نلقاه مع التلاميذ وننظر هكذا في القاعة في الأرض يعني نلقى قشور تاع فاكهة، التلاميذ يجيبوا فواكه هكذا قشور فاكهة كوارث طبيعي والكوارث ينجر القلم راسها ينجر في الأرض يعني أنا ندخل قاصد هذا. السلام عليكم كذا، قل له يا شيخ ولا يا أستاذة وكيفاش استطعت باش تخدموا في قسم، القسم هو بيتك بيتهم بيت التلاميذ في هذه الظروف. بالضبط. ايا نقول له شوف انت شحال كاين كوارط، يقول لي الشيخ انا ماشي تاعي، نقول له معليش يا بني هذا هو المشكل معليش يا بني حقيقة ولكن ماشي تاعي علاش؟ انت لما ترفد انت افضل ممن رمى، وانا تقريبا نعرف شكون رمى اللي رمى موراه قاس، ولكن نقول له انت افضل من الاخر يسمع بطبيعة الحال يعني كلمة هكذا قادرة نقول له شيخ منا وجاي اذا دخلت القسم تاعك وتشوف الاوساخ لابد ما تقريش وحتى والفو يعني والاقسام فيهم سله المهملات فيهم كلهم لما انت يا التلميذ دائما تشوف الاستاذ هو يرفد اولا ويقول مسجد رفد بني غير طريقه دقيقه دقيقتين يعني فقط هذه لما يشوف الاستاذ رفد معليش انا لازم نكون قدوه انا هذا هو دوري التربوي هذا مهم جدا. نعطيك ثاني مثال بسيط ربما بسيط جدا مانيش عارف اليوم راه موجود لانه احنا زمان كنا بالطبشور وعلى الطابلو افيك لاكريت بدا يتنحى الطبشور ولكن يعني مازال كاين. شوف نشوف بعض المعلمين خاصه لي بروف دو ماتيماتيك وكذا راهو يديروا حسابات كذا بعد يغلط يخطئ هكذا واش يدير؟ يحكم لابلوس تاعو ولا يده ولا يدها ويمحي بيده. انا دائما انصح المعلمين والاساتذه ما تمحيش بيدك. علاش ما تمحيش بيدك؟ لان الذراري تلاميذ يوالفوا اي حاجه هو بعد يمسح بها يعني باش نعلموا النظافه ما نقولوش النظافه من الايمان ونخليه لازم لي حتى هو التلميذ لما نطلعوا للسبوره ويمحي بيده نقول له لا يا بني حتى نظافه مئزر المعلم والمئزر يعني ونجول للقدوه تاع المئزر وتاع حتى العلاقه نعم اول حاجه الاساتذه كانوا قدوه تاعنا احنا الحق لان الاساتذه اللي كاع كانوا عندهم الاناقه وكامل شيء مهم لانه التلميذ راح يتعلم الاناقه من الاستاذ تاعو الاولاني بارك الله فيك بالضبط. شوف اول من اهم الدروس التي تقدم في تكوين المعلمين والاساتذه هو الهندام. بالضبط بالضبط الهندام نتاعك لازم يكون هندام لائق يعكس شخصيتك باش التلميذ راه يشوفه. قول له انت نظافه من الايمان والله جميل ويحب الجمال وانت جاي تقول له هذا الكلام تقول له وانت في هيئه غير ملائمه خلاص بالضبط. والله ما يتربى والله ما يتعلم والله ما يكون عنده هذو لي جيست سيفيك. ثم كان من بعد ربما اذا كان عندنا الوقت نتكلم عن لي جيست سيفيك يعني لي بون جيست لي بون اكسيون. هو ثاني كاين واحد الفينومان ثاني حبيت نتكلم عليه في عجاله. انا ثاني مواطن وحبيت نمد رايي اللي يتحرق فيها. تفضل تفضل. حقيقه واحد يجي صاحبه يحوس عليه في الدار. نعم. يدقدق في الباب. نعم. يقول له وليدي قول له مانيش هنا. وي يا سيدي طفل 5 سنين 6 سنين يا تعلموا راك تعلموا الكذب راك تعلموا الكذب دون ان تشعر يا سيدي تعلموا الكذب قول له مانيش هنا يعني كارثه هكذا يصبح يكذب مثلا يشوفك مثلا طفل تغيب على المدرسه وباباه يديه غدوه مداكله ويروح يكذب عليهم. نعم. كنا في زياره اقارب ولا وليدي كان مريض ولا يا خويا قول الحقيقه عليك في الدول الغربيه واش يطلب منك انك تقول له بلي كان على بالك بلي وليدك ما جاش برك. نعم. ما يقولكش علاش. ايه طبعا موتيفي لابسونس على بالك بلي وليدك ما جاش الله يبارك اذا كان على بالك اذن كان مشكل صحيح ما تقول لنا علاش وليدك اذا كان انت ما التيتش بالتربيه نتاعو مش احنا راح نديروا لك اكثر ما انت قادر دير. دوك شوف الوعي الحضاري يعني الاولياء كيف قادرين يفسد وليده من الاول يعلموا الكذب نهار الاول ولا اليمات تعطي لوليدها حاجه تقول له هاك الشوكولاته هذه ما تقولش لخوتك. يا سيدتي
قسميها على 10 ما تمديهاش، ولكن ما تعلمنيش ولدك يخبي على خوته ويكذب وكامل، لأنه هنا يبدأ ولا مثلا المشكل يبدأ من التنشئة الأسرية. يبدأ الطفل صغير، يعني مثلا الطفل صغير يتعدى على أخوه يضربه هكذا، الأم لازمها مباشرة تتدخل، لأنه هنا يبدأ العنف. إذا كان الطفل شاف باللي كاين بعض الناس يقول هاو عمو هاو عمو، قول له تفو، يعني كارثة عظمى، ماشي طريقة التربية، لأنه الطفل شكرا. الطفل عجينة، يعني سيت اون بات، حنا نبدلوها كيما نحبوا، يعني ورقة بيضاء، يعني يولد الطفل على الفطرة. دونك ما نقدروش نقولوا هذا قبيح أو هذا، يعني انت يا سيدي كاين افعال اللي لازم تديرهم قدام ولدك، ما ترميش في الارض، ما تكذبش، ما تقولش ولدك روح قول له مانيش هنا، خرج وحدك قول له مانيش هنا، ما تكذبش قدام ولدك. الا ولدك كان عنده ان جيست تاع العنف لازم تراجعه مباشره، لانه الاشياء هذه شغل ان افي دو بول دو ناج، راهي تمشي وتكبر ولدك كذب اليوم ما قتل والو، يعني من بعد توصل في المجتمع، بعد توصل في المجتمع تتعامل مع الناس هادو، ومن بعد تتخلع. سيد والله غير عطى لي كلمه وما جاش. علاش ما جاش؟ كاين انسان اللي يكون متخلق يعطيك كلمه مستحيل ما يجيش، يعني كان يجي يحبو كما يقولوا، يعني شي مفروغ منه. دونك هاد القيم هذه لازم الطفل يتعلمها، حافظوا عليها باسكو تروح يا زيد. الطفل يتعلمها في المدرسه، كاين انا نشفع على روحي عمري ما غبت من المدرسه. ما تغيبش يا وليدي من المدرسه وتروح في الوقت، وما تغيبش تما تعلم لوليدك لا بونكتواليتي، شي هذا مفروغ منه. يعني المدرسه كما قلنا قبيله، المدرسه هي اول لو برومي مول. نعم اول سي زيد، تكلمت في البدايه وقلت نتكلم عن وطننا وبلادنا ومجتمعنا، ولاباس ان نتكلم عن مجتمعنا. تكلمت عن مجتمع غربي واعطيتنا بلاد، لكن انا اعطي مثال لمجتمعين لدولتين مسلمه لشعب مسلم يتميز بخصلة غير موجودة في أي دولة أخرى وفي أي شعب آخر، خصلة منها في هذا الباب هذا هو الشعب الأندونيسي. عنده واحد الخصلة، الشعب الوحيد اللي المواطن الأندونيسي عندما يقيسك بالدرجة تاعنا يقيسك يمسك فيك، يعني يمسك يدهم فيك وانت ماشي ولا بالسيارة، يعني أي حاجة هو يقول لك سمح لي. لا انت اللي تقيسه انت اللي تقيسه ويقول لك سمح لي، يقول لك سمح لي. انت اللي يعني انت اللي درت الفعل هذاك بالضبط، انت اللي ويقول لك هو اللي يسبقك ويقول لك اسمح لي بالضبط. والشيء اللي يبرر يعني اللي يؤكد هذا هو ان الناس لما تذهب الى البقاع المقدسه حيث كل الشعوب المسلمه تلتقي، يقول لك الشعب المنظم والمربي والمتخلق هو الشعب الاندونيسي المسلم. بالضبط ان شاء الله قادرين نكونوا هكذا، ولما لا. والشيء اللي يخلينا نقولوا بلي قادرين نكونوا اكثر، انه كاين ناس احنا ما نعموش، يعني حاشا ابدا حاشا، كاين ناس مربين ولادهم، يعني الانسان فرغ منه هذا. انا نشوف كاين ناس نعرفهم وكامل ولادهم ما شاء الله، يعني كاين بعض احنا نتكلموا ماناش نقولوا، احنا ماناش هنا باش نقولوا هذا مليح ولا هذا مش مليح، احنا هنا للتحسيس فقط، نقولوا بلي المجتمع باش يكون مرتاح لازم يكون فعل حضري. هذا الفعل الحضري مثلا راك في الدار هكذا، هاي العشرة تاع الليل ولا التسعة تاع الليل في العطله، ولا جارك يخدم غدوه كامل، نقص الحس، ما تزيدش التلفزيون، ما تنوضش الصباح مثلا، معظمنا نوضوا الصباح بكري، كما تنوض صباح ماشي كما الحس اللي يديروا صباح، ماشي كما تاع 12، يعني هذا فعل حضاري. ما تخليش حتى جارك يقول لك ديرك دير الحس، ما ولا ولا مثلا في ستاسيونمون، في ستاسيونمون هذه المره احنا انا صرات لي رحت باش نخرج بالسياره من ان ستاسيونمون، سبت واحد مقاري غالق عليا، وقفت نستنى 45 دقيقه، 45 دقيقة غلق، طلع الفرامة، دار فيتاس، دار لالارب وراح غلق عليا. بعد جاء اسمح لي والله ما بطيتش يا اخي. قلت له والله ما على بالي انت اللي تعرف، قلت له يعني عجزت عن والله ما هدرت معه. نعم قلت له من أدبك تفضل إذا ان لم تستحي ففعل ما شئت. المشكل هذا هو شيء يزيد، بس نلخصه بتعريف فقط، تعريف تاع الفعل الحضاري، لاكت سيفيك، لو سونس سيفيك، كل القواميس
وكل العلماء وعلماء الاجتماع والباحثين فسروه بما يلي. يقول لك لاكت سيفيك سي لونغومون للاندفاع الاقبال لونغومون بور فير دو بيان ا اوتروي ابسولومون سي بور فيفر اون هارموني اون هارموني اي 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 لانسيفيزم يعني العكس عكس التحضر هو اي عمل تو تاكت اي عمل يضر بالاخر ويغلق الاخر وبالتالي بار ترانزيتيفيتي يضرك انت بطبيعه الحال انت يرجع لك تغذيه رجعيه اكيد يعاود يولي ليك الضرر بالضبط. شكرا شكرا استاذ شكرا 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 استاذ شكرا. سيدة سيفون حافظة، ماذا بنا في عجالة جبناك تجربة حية، حبينا نسمع من أم والدة واش تقولي لولادك كيفاش تربيهم، يا هل ترى وكي تشوفي ولاد جيرانك ولا هل تدخلي ولا ما تدخليش ولا تقولي معليش هادو ماشي ولادي ولا تحاولي كيفاش يكون عندك دور في هذا المجتمع هذا. تفضلي مدام. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الحصة، استضفتونا. الله يخليك مدام، مرحبا بك. هذا الموضوع يهم بزاف دراري صافي، لازم هكذا لازم الاوساخ ما نرموهمش في القاعه ولازم نسيلك المهملات. شخصيا كيفاش راكي ديري مع اولادك؟ هل تبداي بروحك ومن بعد تقولي لهم واش لازم نديرو؟ هل لاحظتي كاش نهار اولادك داروا فعل غير حضري ودخلتي الاوساخ هكذا كيرموا في القاعه؟ راهم الاوساخ سيرتو كي يكونوا صغار سيلك المهملات وما كانش دواس ولا كلام زايد بيناتهم ولا يضربوا ولا يعني كيفاش تدخلي في دور الام؟ كي تكون الام واقفه على ولادها ما يكونش زقه ما يكونش على هذيك الحاجه ما ترميهاش في القاعه، كاين سيله المهملات في السياره كيف كيف كي نكونوا نمشوا توجور دي ساشي ساشي عندكم ساشي في الطوموبيل؟ لا توجور ساشي، لازم ان ساشي في الطوموبيل. هما دابا الجزائريين نشوف فيهم كاع عندهم الساشي هذاك في الطوموبيل كيجيو يرموها وليك ترموا ما كاش جميل. وكي تروحوا للبحر ولا الغابة توجور هذاك الساشي ولا توجور داخل الساك، من بعد كي تنوضوا هكذا تقول لهم يلا نرفدوا مع بعض، نقول لهم توجور رفدوا هذاك الاخر نديروه في الساك هذاك وندوه معنا ولا توجور نديه معايا. جميل 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 جميل، ما نرميش ما با تما، معايا للدار نقول لهم رموه، ما في الدار كيرموا في القاعه ولا توجور انت رفدي انت رفدي انت رفدي. وحسيتي من بعد بلي ولادك من بعد وليتي تقولي لهم ولا وحدهم؟ يا كي يشوفوا الحاجه يرفدوا يرفدوها وحدهم، هذا هو الشيء اللي حبينا نوصلوا له. توجور سيله المهملات هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. على كل حال موضوع طويل وفيه عده اشياء، ولكن احنا ماذا بينا ولادكم راهم يشوفوا فيكم، ولادكم راح يقلدوكم، ولادنا كذلك يقلدونا احنا ثاني، لازمنا ربي يعاوننا ان شاء الله، وكذلك بلا كونتريبيسيون تاعكم يكون عندنا مجتمع مرتاح. دونك كما قال الاستاذ مقبله، لو سيفيزم هو عمل جماعي باش انا وانت نعيشوا مرتاحين. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم مؤمن، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.